السلام عليكم ورحمة الله. أنا زياد السويلم، مدير التوظيف والتوطين في مجموعة هيلتون العالمية في المملكة العربية السعودية. التحقت في مجموعة الهيلتون في شهر سبتمبر عام 2013، وأنا مستمتع برحلتي حتى الآن مع الهيلتون. من الأشياء المميزة والجميلة في الهيلتون هي روح الضيافة والعائلة اللي بنحس فيها في مجموعة الهيلتون، والروح الانتماء كشركة عالمية. وهذه من الأشياء اللي بتخلي الواحد دائماً منتج ومستمتع بالعمل في هيلتون. من الأشياء اللي ننطح فيها في التوظيف في هيلتون العالمية: شخص عنده روح الضيافة، شخص يحب مساعدة الغير، شخص دائماً شغوف وعنده رغبة في التطوير مع الهيلتون. وهذه من الأشياء اللي تمتع فيها هيلتون، روح التطوير المستمر. نصيحتي لأي متقدم: أن الواحد يختار الشيء الذي حاس مناسب له، أو يختار الشيء اللي له رغبة فيه دائما، ويكون مستعد لأي تحدي يواجهه إن شاء الله.